كنسر طليق يعدو فوق حقول الزمان، يأتي كتاب الأسير أسامة الأشقر الصادر مؤخرا بعنوان رسائل كسرت القيد. وفي العنوان حقيقة أن كسرت رسائل أسامة القيد، فحلقت إلى عمان لتلتقي بزوجته التي حضرت حفل إشهار كتابه في رابطة الكتاب الأردنيين. يعني إحنا اليوم سعيدين جداً بهذا اللقاء، اللقاء اللي بيعبر عن حجم الوفاء من قبل أهلنا وإخوتنا الشعب الأردني في لقضية الأسرة. إحنا اليوم يعني نشعر بالفخر بهذا الاحتفاء، وسعيدين جداً إنه صوت أسامة وصوت الأسرة قدر إنه يعبر أسوار السجون، كذلك عبر حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة. سعيدين جدا بهذا اللقاء. يعني أنا رسالتي بوجهها لأسامة، لكل الأسرى الكتاب، إنهم دائما يظلهم على عهدنا فيهم من صمودهم من إصرارهم، وإحنا بننتظر المزيد من كتاباتهم لحتى إنه ننشرها ونوصل معاناتهم وصوتهم لكل العالم. 8 مؤبدات يضاف إليها 50 عاما، ذاك حكم الاحتلال في أسامة الأشقر الذي يدخل ربيعه 42 في سجون الاحتلال. أسامة الذي وضع في كتابه الكثير من حرفة الأدباء، وأكثر من حرفته حرفة الحياة. يعني بداية أشكر رابطة الكتاب الأردنيين على تنظيم هذه الندوة وهذا اللقاء في الأردن في مقر الرابطة لمناقشة كتاب الأسير الفلسطيني أسامة الأشقر المحكوم ب8 مؤبدات. هذا الكتاب بعنوان رسائل كسرت القيد، وهو كتاب عكف على كتابته على مدار 13 عاما من خلال مراسلة كافة الناس في كافة بقاع الأرض من أجل وضعهم في صورة قضية المعتقلين الفلسطينيين، إيصال رسائل الأسرى وتعطشهم للحرية، فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى وانتهاكها للقوانين الإنسانية والدولية. وبالتالي هذا الكتاب هو كتاب تواصل مع الناس برغم أن الأسير داخل السجن، ولكنه بذل جهدا لكي يوصل رسالة الحرية، قضية الأسرى، رسالة المعذبين في السجون إلى كل إنسان. لا بد أن يسعف الزمان رجاله فيعيد إليهم زمانهم، وإن تبخرت منه نسائم صبح لن يعود. مأساة أسرانا في سجون الاحتلال واحدة من أوضح وصمات العار في جبين احتلال وعالم يكيل الحق بمكيالين. قيد الظلم مكسور في صميمه، لا يقوى على ثني من تنسم الحياة عن ممارسة عيشه بالطريقة التي يشاء. وهكذا يشاء الحر في صميمه، الأسير أسامة الأشقر. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.